الصراحة الحضور ديالكم اليوم الحمد لله اللي هو يعني جد مهم، وهو حنا تنعتبروه دعم لمجموعة عمران يعني في هاد المسيرة الجديدة ديالها، أنها إن شاء الله الرحمن الرحيم تحسن من المردودية ديالها وتحسن من العلاقة ديالها سواء مع المواطنين مباشرة أو حتى مع وسائل الإعلام ومع الشركاء المؤسساتيين كذلك. هذه المناسبة يعني تنعتبر أن أنتم تتعرفوا أن مجموعة عمران هي واحد الآلية أساسية لتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإسكان وفي التنمية المجالية وترسيخ التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ذلك بإنجاز مشاريع سكنية مندمجة من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة من السكن واحتواء العجز المتراكم، وإنجاز مشاريع سكنية جديدة حتى يتبوأ قطاع الإسكان المكان التي يريدها له صاحب جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، وسطرها له برنامج وزارة إعادة التراث الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونص عليها كذلك النموذج الوطني التنموي الجديد الذي وضع المواطن في صلب جميع السياسات العمومية. من هذا المنطلق مجموعة عمران تعمل على تحديد رؤية واستراتيجية جديدة موجهة بالأساس لخدمة المواطن وتجويد الخدمة العمومية بشكل عام. هذه الاستراتيجية الجديدة في مجموعة عمران الحمد لله تضع المواطن المغربي في صلب جميع الاهتمامات في مجموعة عمران وفي قلب جميع القرارات التي تتخذها مجموعة عمران بشكل خاص. وفي هذا الصدد تمشيا مع متطلبات المواطنين سواء منهم المقيمين داخل الوطن أو من مغاربة العالم، عملت المجموعة على إطلاق مجموعة من المشاريع الهيكلية كما قال السيد الترتيب العام للوزارة، والتي إن شاء الله الرحمن الرحيم ستساهم في ترسيخ مبدأ الشفافية إزاء المواطنين وإزاء الشركاء المؤسساتيين، وستجسد إن شاء الله فعليا سياسة القرب مع المواطنين المغاربة اللي إن شاء الله بغينا باش تكون هي يعني هذاك البورت دو إن شاء الله الرحمن الرحيم ديال مجموعة العمران. بين هذه المشاريع تكلم فيه الكاتب العام على هذه المنصة الوطنية اللي تنعلنوا إن شاء الله الرحمن الرحيم اليوم الانطلاق بالعمل بها بطريقة رسمية. هذه المنصة الرقمية المبتكرة والتفاعلية تتقدم من خلالها مجموعة عمران مجموعة من الخدمات الجديدة التي تستجيب لمتطلبات المواطن من خلال وضع منصة دعم عملية الشراء والمساعدة على عملية التفويت أو الاقتناء، والتي تهدف إلى التعبير بشكل ملموس عن الالتزامات الجديدة للمجموعة من حيث كما قلنا حيث الشفافية والقرب من المواطنين والاستماع والابتكار وتحسين جودة العلاقات مع المواطنين.